بهالزلزال تحديدا باول كارثه بتصير من نوعها شفنا كثير من البطولات، كنا بنوجه الكاميرات على اعمال انقاذ طبيعي لانه نحن دائما نخاف على كل شخص يكون يمكن تكون الساعات الاخيره من حياته، الله يرحم اللي ارتحل والله يشفي الجرحى، لكن بننسى دائما الابطال اللي عم يشتغلوا بالظل اللي ما بنشوفهم بالاعلام وهن الكادر الطبي، لكن اللي سمعناه الان من المرضى المكلومين اللي فقدوا عائلاتهم ولكنه بمعنويات عالية، وما في حدا سألنا كيف الوضع إلا وقال الحمد لله كل شيء مؤمن. هذا الفضل لألكم، يعني هي هي الوطن وهي هي البطولة وهذا هو الصمود وهي هي سوريا وهي هي حلب. 4-5 أيام اللي مروا تحققوا بطولات إضافية، عملنا واجبنا هذا يا سيدي. هي أخوتنا يعني المنكوبين، هي أصل بلدنا، هي صورة حقيقية. نحن الأزمات الأزمات بسوريا هي رح تظهر حقيقة السوري، ما أظهر حقيقة العرب اللي بيحكوه، أظهر حقيقة مواطن سوري اللي هو بلده ما بيتخلى عنه. شيء طبيعي أن يكون تسييس الوضع هو شيء طبيعي، أما شعور إنساني غير موجود لا الآن ولا في الماضي، لا خلال الاستعمار الحديث ولا بعده ولا قبل. الاستعمار من 600 عام هو يقوم على قتل وسرقة ونهب الشعوب.